مساء الفل عليكم. يعني الموضوع انا هحاول ان الفيديو كله ما يبقاش طويل، يبقى 5 دقايق. طبعا كله شاف وكله عارف موضوع السامبل بوكس بتاعت صقر فيب. انا اول ما استلمته انا ما صدقتش، انا ما شفتش حاجه كده في حياتي. مش حابب اتكلم بقى ان انا بسافر بره وبشوف حاجات، بس انا بأمانة ما شفت حاجة بالشياكة والنظافة دي أنا جايبها، رغم أن أنا مجرب كل الفليفرات دي قبل كده. جايبها علشان تبقى عندي حاجة بالشياكة دي، بالحلاوة دي، ما اتعملتش قبل كده، وما ظنش أن في حد هيعرف يعلي عليه. أنا مش هتكلم بقى على كل ده، عشان كل ده دي حاجة هتقعد معايا، أنا شايلها معايا. جلد قطيفة أو قماش، نتكلم على كل ده. ما كيوزر انت ما يفرقش معاك، بس انا يفرق معايا انا كواحد كولكتر او واحد انا لما بحب اشوف حاجة حلوة لازم اجيبها. طيب انا هفتحه. المفروض ان هو في هنا زي الرقم بوكس نمبر 4، يعني ده رقم 4، انا رابع واحد يشتري، وده امضة محمد صقر، انا اول مرة اشوفها. انا شفتها بسرعة بس اول مرة اركز ان هو ماضي. تمام، معمول البوكس من جوه بالذهبي. تمام ماشي. وادي قال لي هتلاقي ظرف ما تفتحوش غير لو هتعمل فيديو او هتعمل لايف. انا لسه مفتحتوش اهو اهو، ولا حتى حاولت، يعني ما جبتش مثلا ايه سشوار ولا بتاع علشان لسه افتحه، عايز اعرف جوه ايه. طيب في هنا thank you، وفي crust trifle luxury sample box. انا شايفها مش محتاجة تتكتب، هي معروفة ان هي دي حاجة luxury، انا شايفها دي حاجة فخمة جدا. واسمي اهو king toot، رغم ان انت كان ممكن تكتب اسم عادي معايا، ماشي، انت عارف ان اسمي كريم نادي، ماشي. Thank you for being awesome. We hope you enjoy our luxury sample box. وكمان عامل هنا 10% تخفيض lifetime discount، يعني مدى الحياة. وإن شاء الله ربنا يدينا الصحة طبعا. وأنا شايف إن الفيب من الحاجات طبعا اللي يعني رحمتنا جدا من السجاير، فعشرة في المية تخفيض أنا عن نفسي هستفيد بيها جدا. طيب عايز اعرف في حاجة تاني. ماشي. وادي كارد. انا عن نفسي انا هشيله في محفظتي، مش عارف ليه، بس انا حابب ان يكون في عندي حاجة من صقر تبقى معايا. اخر شيك. طيب شوف انا قفلته تاني، بس ايه، هو باين ان هو اتفتح اهو. طيب هاجي هنا. طيب ده كراست. كراست طبعا اللي ما جربش كراست قبل كده هو هنقول عليه المخبوزات. عبارة عن، انا طبعا عارف مكتوب هنا تركيز الفي جي 75 والبي جي 25. نشوف دي زي منيو، حاجة الخامة نظيفة جدا جدا جدا، زي بجد زي بتاعت كأنك داخل مطعم. وده المنيو بتاع المطعم، بيتكلم على ان فيه 1 2 3 4 5 فليفرات في كراست مخبوزات. واحد اسمه دونتس بالقرفة الناعمة، انا جربته ومش عايز اقول رأيي. بينات باتر شوكولات ويفر، الويفر زبدة فول سوداني بالشوكولاتة، جربته. ده انا مش هكلمها، مش ممكن، يعني حاجة ما تتوصفش، وكنت مصورها. الابل باي طبعا طبعا، مفيش حد، انا شايف مفيش حد عملها زيه. بس انا مش بقيم لاين. بنانا تيراميسو، دي انا اول مرة اشوفها. هي كيك التيراميسو الايطالي مزين بقطع الموز،
يعني هو المفروض كده لو هو بيتكلم على التراميسو هيبقى هيكون اكيد في حاجه هو مش كاتبها هنا، بس هو في اكيد هيكون في قهوه. المفروض ان هو بيكون زي بسكوت ومتسقي في الاسبريسو، وبعد كده بيبدا يتحط زي طبقات فوق بعض ويتحط فوق الموز. فانا من قبل ما اجرب متوقع هيكون الطاغي اكتر ممكن يبقى القهوه والكريمه، وهيبقى من فوق في الباك نوت هيبقى الموز. طيب نجري ترايفل. الترايفل ده بقى لاين الكريمات، يعني هو هنا في لاين ده مخبوزات، وطبعا هقول لكم ايه احسن كويلات ممكن تستخدمها. وادي ترايفل ده الاو جي الاوريجينال ميكس فانيلا كاسترد وكريمات وبسكوت تراميسو حلوى ايطالي بالكريمات وقهوه اسبريسو وشوكولاته، وبعد كده بلو بيري ترايفل كاسترد كريمات وبسكوت وبلو بيري. هو المفروض يكون في اكتر من كده، يعني انا عارف ان هم ترايفل معرفش هم غالبا 3 و5 8 هنا ماشي. في هنا فريز، انا دي بالنسبه لي بعشقها، دي كريم برولي، دي اللي انا بقول لكم نزلت عنها صوره كده على الانستغرام وغصت بيها الفرنسويين. بارفي عظيمه، زبادي كريمي مع كيو فراوله، حاجه عظيمه. سويت كورن دي بقى حاجه انا شايف ان طيب هقول لكم بعدين، هنتكلم عنها بعدين. طيب ده معناه ان في 7 1 2 3 4 و3 في 7 فليفرز كريمات، وفي 5 فليفرز هيبقوا مخبوزات. طيب جميله، لا 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 حاجه مش ممكن، 5 مخبوزات فوق وفي 7 1 2 3 ومرصوصين بشكل ما يبانش ان هم اصلا 5 و7، انا شايفهم كنت متوقع ان هم يكونوا 6 و6، لا معمولين بشكل في ميله، فمدي 7 تحت كريمات. انا بس من قبل ما انا بقول لكم ابداوا بدي السويت كورن دوره، يعني انا لما جربتها اكني باكل الذره اللي هي الذره المسكره اللي هي بتبقى في السلطات، حاجه دي حاجه وهميه. جربوها دي، انا بقول لكم ابداوا بيها كتجربه، حاجه انا ما دقتش زيها في حياتي. عارف ان الفليفر ده ممكن يكون موجود، بس هل في حد في العالم، انا بقول لكم في العالم مش بقول في مصر، عمل حاجه كده؟ ما اظنش، انا ما اعرفش بصراحه. ففكره السامبل بوكس دي اتهرست 500 مره، بس اتعملت بالطريقه دي لا، يا اما بتبقى علبه كرتون، يا اما بتبقى علبه كده خشب صغيره. فانا شايفها حاجه، انا عن نفسي ما جربتش دي لسه. بنانا تيراميسو و لا جربت تقريبا كل حاجه. طيب عشان ما يبقاش بس الفيديو طويل، انا بسرعه كده هقول، انا لو بالنسبه لي انا شكرا يا صقر بجد على الفخامه وان انت بتحترمنا وان انت عامل حاجه بجد انا اول مره اشوفها بتتعمل في مصر او بره مصر، انا ما شفتش حاجه كده، ما اظنش ان في اي لاين في العالم عمل الفكره